في المرحلة الأولى استطاع أحمد أن يلامس قلب لجنة التحكيم بقوة أدائه المغلف بإحساسه العالي. فهل سيحافظ الليلة على قوة أدائه؟ نشاهد معاً المتسابق أحمد حسن من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، استمعنا لتلاوة مباركة للمتسابق أحمد حسن من العراق. حياكم الله يا أحمد، وأنتقل لفضيلة الشيخ محمد عصفور، تفضل. حياك الله حبيبي، وأهلا وسهلا حبيبنا أحمد حسن من العراق. أهلا الكرم فيكم. ومهد النعم ومهد الحضارة، وهي أصحاب القراء طبعا العراق. وأولا أبارك لك تأهلك لهذه المرحلة النهائية. الله يبارك فيكم. وأود أن أوضح شيئا مهما أستاذ محمد، بما أننا في المرحلة النهائية فالملاحظات بطبيعتها تقل، لعل المشاهد الكريم ينتظر ملاحظات كثيرة على القراءة، لكن أنا أقول في المرحلة النهائية تقل. أولا لأن المراحل السابقة نعطي ملاحظات ونكررها دائما حتى يستفيد منها القارئ، والحمد لله قد استفادوا منها. وبما أنهم تأهلوا للمرحلة النهائية التي لا يتأهل إليها إلا المتقن فعلا، فبالتالي يعني تقل الملاحظات بشكل تلقائي يعني. وأحمد ما شاء الله أدى أداء موفقا رائعا وتلاوة مبدعة، ولو أنه هفوات بسيطة يقع فيها كبار القراء يعني. نعم. فأتمنى لك التوفيق وأن تنال إن شاء الله، الله يحفظكم جميعا إن شاء الله، مركزا في هذا المسابقة. شكرا جزيلا. بارك الله بك حبيبي. الله يبارك. إلى السيد حسنيا رأيكم. شكرا جزيلا. شكرا إلى المشترك أحمد. و يعني صراحة الملاحظات على النغم خصوصا هي ملاحظات إيجابية، انطباع جيد. أنا صحيح كنت أدقق بتلاوته، ولكن أيضا كان بالي من الأساتذة، لأنه شفت تفاعل أستاذ عماد رامي. أكو جمل نغمية إحنا عادة نقول يبدأ القارئ مع التقليد أو المحاكاة، يعني النغم دون الصوت، وهذا شيء نؤكد عليه. ولكن أن يستطيع الفتي التخلص من التقليد بسرعة سريعة وبهذا العمر، هذا شيء يعني من المحاسن الإيجابية العليا جدا يعني. فبالتالي استطاع أحمد اليوم أن يسمعنا جمل نغمية جديدة غير تقليدية، وإن كانت هي قد تكون تركيبية ما بين مجموعة قراء، ولكن لا نستطيع أن نقول قلد مصطفى إسماعيل أو قلد الشحات أو قلد سنين وصاد. هو هذا في حد ذاته يعني فخر للفتي، وفخر لنا أنه نستمع إلى واحد من فتياننا يقرأ بهذه الطريقة، وإن كان هناك بعض الملاحظات في صوته لأنه صوت فترة بلوغ لعله أو استوى تقل من البلوغ. نتمنى للموفقية إن شاء الله تعالى، ولكن في من ناحية النغم كان موفقا جدا. شيخ الدكتور باسم العابدي رأيكم. أحسنتم يا أحمد. السلام الله عليكم. أحمدك على تلاوتك، كانت جميلة ومنسقة من جهة الوقف والابتداء، بارك الله بك. الله أنت بارك يا أحمد في طور الصعود والارتقاء، وأنت قدوة للشباب وأنموذج، لابد أن تكون هويتك هوية القرآن الكريم إن شاء الله. إن شاء الله. وتظهر هذه في منطقك، في ملبسك، في سمتك، أي مسألة مهمة ومسؤولية كبيرة. صح. شبابنا، من خلالك أنا أخاطب الشباب جميعا، هذه مرحلة خطرة اليوم، مرحلة التقاط وتلقي. الثقافة القرآنية يجب أن تسود في مجتمعنا في شارعنا، وأنتم لابد أن تروجوا لهذه الثقافة ولهذا المنهج. فحينما يراك أحد يقول إن هذا هو قرآن يحمل سمت القرآن، أخلاق القرآن، مظهر القرآن الكريم، فمسؤوليتك كبيرة ومهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن تكون قدوة وأنموذج طيب لكل الشباب من أمثالك. الله يحفظكم. شكرا لكم. الأستاذ عماد رامي تقييمكم.
يعني أنا أنت سحرتني بقراءتك والله. الله يحفظك. يعني أكيد مع مجامل أنا لا أجامل فنياً نهائياً، ومعروف عني كثير بهالقصة، يعني أنا ما بجامل. الارتجال بهالعمر معناتها مستقبل باهر إن شاء الله، طبعاً بالدراسة والممارسة. حياكم الله وإن شاء الله. تعامل مع المايك أستاذ عماد. ممتاز. وأنتقل لفضيلة الشيخ عمر، تقييمكم. ما شاء الله أحمد حسن، كنت ماهراً بالقرآن الكريم، بتلاوة القرآن وبالإنشاد، فكنت ذكياً في النغم كما كنت ذكياً في التجويد كذلك، فذكاؤك ظهر في النغم وكذلك في التجويد، فكنت رائعاً، ونسأل الله أن تكون قدوة لشبابنا. فصاحب القرآن الكريم كما ذكر فضيلة الدكتور شيخ باسم العابدي، أن صاحب القرآن الكريم يجب أن يكون هو المقتدى به، لا يكون هو الذي يقتدي بغيره، فأن يكون نموذجاً في حسن نطقه للقرآن، وفي حسن فهمه للقرآن، وفي حسن العمل بما جاء في القرآن الكريم. بارك الله بك. شكرا جزيلا لكم. أختم مع السيد كريم موسوي، تفضل. حبيبي أحمد، أنت طاقة نغمية عجيبة يعني، الله يحفظك إن شاء الله، وتؤدي النغم بشكل رهيب، يعني مو ما يماشي سنك، الحمد لله على هذه الطاقة. المهم كلك روعة وجمال وذكاء وحلاوة. الله يحفظكم. الله يحفظك للعراق يا رب. شكرا جزيلا. تعرف النغم؟ تعرف النغم؟ إن شاء الله. يعني إن شاء الله. درست؟ عم تدرس نغم؟ إن شاء الله. راو. شكرا جزيلا. شو ردي تقرأ له أنت؟ أنا ما بدي أقرأ له، بدي أقرأ عن رمضان. يلا. يلا. ما عليه؟ إيه؟ إيه رمضان. يلا. نعم. يلا. نعم نعم. يا صائمي يا رمضان، فوزوا بالمنى، يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة، نيل السعادة والغنى، أوليس هذا القول قول إلهنا؟ الصوم لي، الصوم لي، وأنا الذي، وأنا الذي ما رمضان تجلى ابتسم طوبى لعبد تغتنم، رمضان تجلى ابتسم طوبى لعبد تغتنم، أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها، رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه
بما التزما طبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الصلوات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان الصلوات في دنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا ابتلما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا ابتلما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها ونسأل من الله الرضا في هذا الشهر الكريم وما بين إنشاد وتلاوة طيبة هكذا كانت أجواء مشاركة المتسابق أحمد حسن من العراق شكرا جزيلا أستاذ محمد بس العفو قال لنا معلومة أستاذ عماد في السيارة وإحنا جايين قالوا إن هالإنشاد من ألحان جده نعم جد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزائر البطار ما شاء الله رحمة الله عليه الله يبارك ولكن عندنا هذا الإبداع جدي كان أوقف جدي كان شيخ المنشدين ما شاء الله وأنت الآن شيخ منشدين العرب شيخ عماد لا أنعم وأكرم بس أنا عندي معلومة عندي معلومة أنا قلت فيما سبق أن آبائنا الجهة الثانية نعم صحيح؟ تبين أن الأب الأكبر أو بالحقيقة الجد هو أستاذ عماد نعم إيه الأب الروحي الروحي لا 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 أب روحي ولا هم يحزن لا 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 أنا أكبر واحد عمرا أكبر واحد هون لكني أصغر واحد مقاما لا لا مقامك عالي أنت كبير 90 وأكثر لا يعني شيء 91 ونص لإبداعك أستاذنا الكريم شكرا للجنتنا التحكيمية والشكر موصول مرة أخرى لك يا أحمد غسلت العراق خير تمثيل شكرا جزيلا وهذه قبلة على قول سيد حسنين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا